سلوى خطاب مش بس ممثلة كبيرة، لا هي شخصيتها منفتحة وتفكيرها حر ومختلف. سمر دايما واخدة دور وكيل النيابة، إنما يعني الحلقات بتبقى لطيفة جدا، أنا شخصيا بنبسط بيها جدا. سلوى خطاب برج الحوت، وبرج الحوت لو المزاج رايق هتقول أحلى كلام ومن غير أي حسابات. أهم حاجة إنه يكون اللقاء فيه صدق وحاجات لطيفة وتبقى حلقة لطيفة إن شاء الله. بالنسبة لي كل مناطق الحوار مع سلوى خطاب هامة وشائكة. تنكش الضيف يعني تطلع منه حاجة. هكلمها في كل حاجة ما اتكلمتش فيها قبل كده، وأتمنى النهاردة إن أنا آخد منها إجابات ما قالتهاش قبل كده. دايماً بحس إن ناقصها الروب يعني عشان تبقى السيد رئيس النيابة. مساء الخير مدام سلوى خطاب. مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحقيقه ضيفه عزيزه علينا النهارده. بنتكلم. جاهزه نبدا اول فقره معانا؟ جاهزه. طيب. اتفضلي. انا والعالم هعرض شويه اخبار لحضرتك ونتناقش فيها مع بعض. اوكي. نشوف اول خبر. اتفضلي. الخبر بيقول نيكولا ساركوزي قبطان فرنسا الذي غرق في بحر القذافي. الحقيقه ساركوزي عمل حاجتين. مول حملته من فلوس القذافي اللي هي فلوس الشعب الليبي، وتاني حاجة شارك أمنيا في قتل القذافي. تعليقك على الخبر؟ يعني المثل بتاعنا بتاع اتقي الشر من أحسن تأليم. يعني أنت راجل اعتمدت في حملتك الانتخابية على الفلوس اللي بعتها لك القذافي، وبعدين أنكرت أنك ممكن كانت العلاقة بينهم يعني هايله، وفي زيارات وفي اتفاقات وفي حاجات كده، والقذافي كان شايف انه من ساعه ما كان وزير الداخليه انه ممكن يستفيد من علاقته بيه. ولما جه بقى وقع يعني، ما يعني هي دي السياسه بقى. بس حضرتك شايفه ان ده صح، ان يتم تمويل حمله انتخابيه لرئيس دوله تانية؟ والله المفروض انهم بلاد ديمقراطيه وبيكلموا دايما عن المبادئ السياسية والأخلاق وحقوق الإنسان، وتيجي على أرض الواقع تلاقي حاجة تانية خالص. موقف القذافي صح ولا غلط؟ بصي ما تقدريش يعني، أنا مش الحكم على البني أدمين، ما قدرش تقولي إنه ممكن يبقى صح طول الوقت، ممكن على أفعاله. يبقى غلط طول الوقت كأفعاله. يعني أنا رأيي إنه أوحش حاجة لرئيس دولة إنه ما ينميش الشعب بتاعه. يعني مش مهم انك تاكل شعبك، مش مهم انك، لكن في حاجه اسمها نهضه، وفي حاجه اسمها تعليم، في حاجه، فيمكن ده اللي انا باخده عليه. لكن انا ما عشتش في ليبيا عشان اقدر اعرف انه كان علاقته ايه، لكن انا دايما بحكم على الحاكم اللي يعرف ازاي يستغل القدرات اللي في شعبه. فيبقى بيعلمهم، بيخليهم يخشوا للصناعه، بيخليهم. فلما تيجي تشوفي ليبيا عملت ايه، دليلنا لما سابها ما بقتش بلد. طب نشوف الخبر اللي بعده. تفضل. يلا. بعد أضخم فضيحة لموقع فيسبوك، زوكربيرج مطلوب للتحقيق في أمريكا وبريطانيا، وترامب بيدافع عن نفسه. قريتي الخبر ده أو سمعتي عنه؟ طبعا. إيه رأيك فيه؟ والله ما أعرفش، أنا الفيسبوك ده من الحاجات اللي أنا ما بحبهاش وما أعرفش أتعامل معايا، وحاسة إنه الناس حاجات يعني بيحطوا حاجات مش مفروض إنها حاجات تبقى ساعات حاجات خاصة قوي، حاجات يعني برضو بيبقى فيه، احنا عارفين انه ممكن يدخلوا على اي يعني سايد ويخشوا ياخدوا المعلومات اللي هم عايزين. حضرتك اكيد معاكي سمارت فون. لا ما عنديش. بجد؟ يعني علاقتك بالتكنولوجي مش موجودة خالص؟ لا انا اكره التكنولوجي. يعني ما فهمهاش. ليه بقى؟ ما عقلي ما بيجيبش التكنولوجيا. يعني ما بفهمش انه ازاي مثلا جهاز افضل افكه او اخش مش عارفه الاقيه او اعمل. يعني عقليتي ادبيه يمكن شويه. يعني انت دلوقتي في المسلسلات او في اي برامج او في اي شغل شركات بيعملوا دلوقتي جروبس على الواتساب، يفضلوا يتواصلوا مع بعض، ده حصل وده حصل، بيبعتوا على طول، يكونوا ابديتد على طول بكل حاجه، والاوردرات بتاخديها والكلام. لا انت بتتعاملي ازاي؟ لازم يكلموني ولازم يدوني الاوردرات ولازم اتناقش فيها ولازم يدوني اللبس اقول ايه بالظبط، ان حد يبعت لي دي انا ما بستلمهاش. امال تليفونك ايه بقى؟ بتدوسي بفتحه وبقفله يس ونو وخلاص بس كده كفايه يعني. يعني انت حضرتك مرتاحه خالص من عمليات التجسس اللي موجوده معانا وحوالينا طول اليوم وطول الوقت، أنا من السمارت فون.
وفي حاجات كتير انا مش موافقه عليها. يعني اما بفتح مثلا فيسبوك واشوفه طبعا ولا اتعامل، وممكن اصحابي حتى يزعلوا مني لانهم بيبعتوا كومنتات وما اعرفش ايه، هم عارفين ان انا مش هرد. يعني حتى الناس مش مفروض تزعل مني، لانه على بال بقى ما اجيب ومين، يعني الوقت ده مش بلقاه الحقيقه. مش بتلاقيه. طب قولي لي، انت سمعتي على الفيسبوك المصري؟ سمعت طبعا. طب ايه رايك في الفكره كفكره؟ والله يا ريت لو فكره تبقى ناجحه، واحنا يعني احنا المفروض انه احنا يعني مجتمع مختلف عن المجتمعات الاوروبيه اللي هي فيها حريه، فيها انك تقولي. اكيد لما هيتعمل بقى فيسبوك مصري هيبقى فيه شويه اخلاق شويه. طب ممكن يبقى لك صفحه على الفيسبوك المصري؟ اما اشوفه الاول. لما تشوفيه. ولا نقدر نقول ان انت نفسك تصحي مثلا من النوم تلاقي الفيسبوك كله اتقفل، سواء في مصر او بره مصر او في اي حد؟ لا، اصل ده مش هتقدري، ده تطور مش هتقدري تنكريه. المهم استعمله ايه. يعني لو ناس بتستعمله صح ماشي، لكن تلاقي ناس بتجرح في ناس، وناس بتقول مش عارفه كلام عن ناس، وناس يعني الناس الحقيقه بقت شاغله نفسها بالناس اكتر ما هي شاغله نفسها بنفسها. فيعني اكيد مش صح. طيب نبص على الخبر الجاي. اتفضلي. اللي على اليمين ده في الصورة مستوطن إسرائيلي حرق طفل حي ولا زال حر طليق، واللي على الشمال اسمها عهد التميمي طبعا ضربت جندي إسرائيلي واتحبست 8 شهور. تعليق حضرتك إيه؟ ممكن واحد يبقى تعليقه إيه على يعني حاجة فيش إنسانية دي؟ طفلة وبتعبر عن حريتها، وانت يعني لو تشوفي الموقف اللي هي عملت فيه كده، واحد طويل وعريض وماسك بندقية وعمال يعني، طب يعني ما انت لازم تحترم ان دي مشاعر طفلة. يعني فيها قسوة طبعا، بس يعني بيوريكي قد ايه برضو البنت الفلسطينية عندها عزيمة وعندها قوة وعندها طبعا ونخوة ومتربيين هم على كده، يعني متربيين على المقاومة. عندك صديقات فلسطينيات؟ يعني عندي بس مش كتير، بس أنا بحترمهم جدا وبحبهم وبقدر منهم المناضلين اللي بجد واللي فعلا مهتمين إن بلدهم ترجع لهم. يعني لازم نحترم، يعني نحترم ده فيهم كمان. من وجهة نظرك في أمل إن بلدهم ترجع لهم ولا خلاص؟ والله بصي، مفيش حق بيضيع لو وراه مطالب. يعني ما هو اسرائيل قامت ازاي؟ يعني اسرائيل قامت بالاصرار، وان هم كان عندهم عزيمه ان هم يخلي عندهم دوله يهوديه او اسرائيليه. طب احنا لا، ليه؟ يعني نفضل نكافح؟ يعني عايز اقول لك انه تاريخ الاستعمار مهما طال، في ناس قعدت 300 سنه وفي ناس قعدت 1000 سنه وفي ناس قعدت، يعني احنا الحقيقه مر علينا كل انواع الاستعمار. فمش بطوله المده على فكره، واصرارك على انك تفضلي تبقي عارفه ان ليكي حق ما تسكتيش عنه، والا ما كناش طلعنا الاستعمار من بلدنا يعني. طيب نبص على الخبر اللي بعده. اتفضلي. في البحرين لا يزال الحب اقوى من الاختلاف المذهبي. انت عارفه ان في البحرين فيها مذاهب كتير وبيتجوزوا من بعض، سنه وشيعه. شيعه وسنه، مظبوط. طيب انت مع ام ضد الزواج المدني؟ لا، مش بحبه. مش بتحبيه؟ لا. طيب لو كان في زواج مدني في مصر كان هيفرق معاكي في زواجك السابق؟ لا، يفرق معاكي. كان هيفرق؟ يعني كنت هتخليه يغير ديانته؟ انا ما اخليش حد يغير ديانته. أمال كان هيفرق معاكي إزاي؟ يعني إنه أنا ما محبش غير إنه يبقى حد يعني على ديني، معرفش أتجوز غير عند المأذونة أبو عمة، يعني معرفش حاجة تانية. طب لو ما كانش غير ديانته ما كنتيش هتتجوزيه؟ طبعا. طيب نطلع لفاصل ونرجع نبدأ الفقرة التانية. اتفضلي. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل، فقرة أنا وأنا. عايز أتكلم على سلوى خطاب ودايرتها الصغيرة، عيلتها، لمتها، صحابك، بتقضي حياتك إزاي في وسطهم. معروف عن سلوى خطاب إن هي خالف تعرف؟
ما اعرفش، انا ما اعرفش راي الناس ايه، ما انا ما بتعاملش مع نفسي عشان اقدر اعرف انا ايه. لكن لا، مش حكايه خالف تعرف، لو انا مقتنعه بحاجه بالعكس انا مرنه جدا، يعني لو حد قال لي فكره، لو حد قال لي راي ممكن اخد بيه بس انا احب اتناقش وافهم، يعني احب اقتنع، مش انه خالف تعرف. انا حاجة مش لطيفة انه خالف تعرف للخلاف بس كده وخلاص. بس لو حضرتك مقتنعة برأي عكس كل الناس بتقوليه بشجاعة. طبعا ده رأيي، يبقى يعني بقول رأيي وعندي استعداد ان الناس تناقشوا ونتكلم فيهم، يعني مش بقول رأيي وخلاص هو كده، لا ليه الدكتاتورية دي يعني. في جملة كده في فيلم يوسف شاهين حدوتة مصرية بيقول كل واحد فينا أعرج بطريقته، سمعتي الجملة دي؟ طب ايه نقطة الضعف اللي سلوى خطاب بتداريها عن الناس او بتخبيها عن الناس؟ انا مش بتالي بخبي حاجة عن الناس خالص؟ يعني ما اعرفش اكون جري انا، يعني لو عندي رأي بقوله، ما اعرفش يعني الف وادور عشان اقول حاجة دي، ما يعني ما اعرفش بس يعني. ساعات الواحد بيخبي حاجة علشان ما تستغلش ضده، لا ان هو مثلا عاطفي، ان هو مثلا لا لا لا، ليه حاجات انسانيه حلوه كونك انك تبقي عاطفيه وحنونه وطيبه، يعني يقول لك بس ده طيب، يعني كانها شتيمه، يعني ما هو يبقى طيب، يبقى كويس، بني ادم طيب يعني. أصدقائك كتير؟ مش كتير قوي، لكن كلهم اصحابي وحبايبي يعني. من بره الوسط ولا من جوه الوسط؟ الاثنين. الاثنين. بس بتحكي اكتر لمين؟ لكلهم. كلهم؟ يعني انت كل حاجه بتحكيها لكل الناس، حتى امورك الشخصيه؟ ما انا ما عنديش امور، عارفه لو عندي امور شخصيه هكتمها، ما عنديش. طيب تيجي انا حتى لو قابلت حد من الجمهور واكون متضايقه، شفتي ياتي رجلي وجعاني واشتكي على طول. طيب تيجي نشوف الفيديو الجاي؟ اتفضلي. يلا اتفضلي. تخافي من ايه تحديدا كبني ادم بقى؟ لا انا هقول لك على حاجه غريبه جدا، انا بخاف اخاف، يعني ما احبش اخاف. لان الخوف بيخلي البني ادمين يطلعوا اوحش ما فيهم، يعني طول ما الواحد خايف، خايف يعيا، وخايف من شعبه، خايف ما يبقاش عنده فلوس، وخايف من شعبه يجرم، وخايف احنا في خوف مستمر، هيفضل في خوف مستمر. لما شفت انا الفيديو ده حسيت ان انت بتخافي من كل حاجه. لا بالعكس، بقول يعني انا ما بحبش من الخوف، انا بخاف من الخوف، اخاف اني اخاف. يعني لما الاقي نفسي خايفه اقول ايه الهبل ده، انا خايفه ولا؟ طب وفي حد ما بيخافش؟ مش اكيد بخاف، يعني لما مثلا اشوف كلب في الشارع بخاف منه واقفله احترام لغايه ما يمشي، يعني يمكن هي دي الحاجه. طب الوحده مثلا؟ مش بحسها. ما بتحسيهاش؟ لا ما بحسهاش، اصل الوحده ده يعني ممكن تكوني قاعده في وسط ناس وانت حاسه انك وحيده. ده وجهه نظري انا، انه الوحده دي بتبقى ايه، بني ادم ما عندوش قدره على العطاء، فخلاص قافل على نفسه وحاسس انه. لكن طول ما انت متفاعله مع الناس، بيحكوا لك، بيكلموك، ده محتاج لك، ده مش عارفه، يعني في ألفة بينك وبين الناس، خلاص ما بتحسيش بالوحدة. بس انت ما بتحسيش بالوحدة، بس بتخافي منها؟ بتخافي ان يجي اليوم اللي انت تحسي ان انت تبقي وحيدة؟ لا انا مش من اللي بفكر بالطريقة السلبية دي، انا بكرة ما اعرفوش ومش هقعد اشيل همه ايه اللي هيحصل لي، لانه مهما دماغي جابت ايه اللي يحصل، ممكن يحصل حاجة عكس ده خالص. فانا يعني بحب الماضي بتاعي، باخد منه الحلو، وبحب اعيش اللحظة اللي انا فيها بكل ما فيها، والمستقبل ده بإيد ربنا. طب إيه اللي حصل في حياتك مرة وما كنتيش متوقع أبدا إن هو يحصل، غير في تركيبة شخصيتك؟ إني لما دخلت المعهد، وده كان بإصرار غريب مني جدا إنه أسيب المعهد العالي للفنون المسرحية، إني أسيب كلية التجارة، وبرضه سبتها عشان الأرقام، ولقيت نفسي رياضة مركبة ورياضة وأنا ماليش في الجو ده. قلت لا لا لا، ده مش مكاني. فروحت أنا بنفسي، سحبت نفسي مع إني كنت صغيرة قوي، ورحت قدمت في معهد فنون مسرحية. ويمكن دي اللحظة اللي من ساعة ما اتقبلت، إن اللي خلتني أبص للفن بشكل تاني خالص، فغيرت مفهومي خالص، لانه الدراسه بتخليكي تعرفي المعنى الحقيقي للحاجه اللي انت بتعمليها. فلما درست الفن حبيته جدا، وحسيت بقيمته قد ايه. كنتي شايفاه ازاي وشفتيه ازاي بعد كده؟ يعني برضو زي اي بنت بتشوف، على انه الشهره، وكان فيها بقى وقتها النجوم
اللي بحقيقي يعني. انا مره حضرت مهرجان لقيت النجوم داخلين، يعني مثلا دخلت استاذه العزيمه طبعا ناديه لطفي، تحس ان في شعاع كده دخل، وبعدين دخل بعديها الاستاذ محمود عبد العزيز، ودي كان اول مهرجان احضره يعني. فانا واقفه مبهوره، معقول اول ما يخشوا تلاقي في شعاع ونور كده؟ ده كان فكرتي لما دخلت بقى وشفت الشقه والتعب والعذاب يعني اللي انا حسيته مع الاساتذه الكبار. ويمكن دي برضو من الحاجات اللي غيرت وجهه نظري في الحياه وفي شغلي يعني. قلتي لي من شويه النجوم اللي بحقيقي، ده معناه ايه؟ يعني ما بقولك، تحس ان في شعاع كده دخل، في نور دخل. لما نجم يخش مكان وتحس ان في نور دخل كده، يبقى ده نجم بجد. طب لما بتدخلي مكان دلوقتي او مهرجان او اي مناسبه، بتحسي بنفس الشعور مع النجوم الحاليين وبتشوفي نفس الشعاع ده دلوقتي بطريقتهم؟ يعني بشوفه يعني احنا برضو عندنا نجوم ما شاء الله منورين وحلوين، ويعني بس كل وقت وليه. بس لو قارنا ما ينفعش المقارنة. ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ عشان ده جيل وده جيل وده مجتمع وده مجتمع، ويعني مش عارفة. أنا كنت بحس إن يعني النجوم الواحد اتعامل معاهم قد إيه ناس مثقفة ووعية وفاهمة. يعني بحس دلوقتي لما تقولي الفنان مثلا اسألي اي حاجه يقول لك لا انا ما بتكلمش في السياسه. امال بتتكلم في ايه؟ يعني انت لما بتتكلمش في السياسه انت حر، ممكن تقول رايك، انت بتقول رايك كبني ادم. وبعدين لما تبقى انت فنان وما عندكش وعي وما انتش ملم بكل القضايا بتاعت بلدك والبلاد اللي حواليك والعالم، مش هتعرف تقدم للناس حاجه. طيب عشتي طفوله سعيده ولا ما كانتش طفوله سعيده؟ لا الحمد لله، لاني انا اتربيت مع جدتي، ويمكن دي من امتع ايام حياتي لانه اتعلمت منها حاجات حلوه قوي، كنت مرتبطه بيها جدا، فكنت الدلوعه الهنومه يعني. بالعكس يعني اهلي كانوا وانا طفله بيعملوني على اساس ان انا حاجه مميزه. انا دايما اقول لهم دلوقتي لا خدوا بالكم انا نجمه وانا عندي 7 سنين، يعني مش ناقصه نجوميه، لان طول الوقت كانوا بيحسسوني انه باهميتك مش باهميتي، يمكن عشان كان دمي خفيف، يمكن عشان كنت لطيفه. كنت لافته النظر. طب ليه قلتي مع جدتك؟ فين والدك والدتك؟ كان بابا توفى وكانت امي اتجوزت، فاحنا سعيده لازم الاهل الاب هم اللي يربوا اولادهم. طب لو حبيتي طيب توصفيها ممكن تقولي ايه؟ اقول نموذج للست المصريه الراقيه المثقفه، كانت مثقفه جدا وكانت بتذاكر لنا يعني. كان من ما احنا مثلا في اولى ابتدائي لغايه ثانويه عامه جدتي بتذاكر لنا. يعني هي بتقرا كل الحاجات وبتطلع، ويمكن هي كمان اللي شجعتني على اني يبقى اقرا، لانها طول الوقت بتطبخ لابسه النضاره وعماله تبص في الكتاب او بتبص في الجرايد. كانت مثقفه. قلتي بتذاكر لنا، ليكي اخوات قد ايه؟ عندي اخو واخت. انتوا 3. ترتيب حضرتك فين؟ اخر واحد الصغيره. يعني انت اخر العنقود سكر معقول. وهم كمان سكر. طيب علاقتك باخواتك عامله ازاي؟ كويسه جدا. مرتبطين؟ جدا، يعني ما لناش غير بعض يعني. بتتجمعوا يعني ليكوا يوم بتتجمعوا؟ طبعا. انا على فكره علاقتي بقالي كلهم علاقه جامده شويه، لان احنا تربينا، عشان اتربيت في بيت جدتي، فكانت تحت عمتي وتحت عمي، ويعني البيت كله ليله. فكنا كلنا بنتجمع عند جدتي، فمرتبطين. مش بحس ان هم مثلا ولاد عمي ولاد عمتي، لا دول اخواتي. طب فكره ان انت بتقولي لي احنا صعايده، ما كانش في حد متضايق ان انت في الفن؟ كلهم. كلهم كانوا متضايقين؟ يعني مستغربين اولا. ورافضين ومش شايفين ان انا يعني ليه اعمل كده، وليه اسيب كليتي عشان خاطر اروح ادرس الفن. ويعني وجدتي على فكره هي الوحيده اللي وقفت جنبي. بس كانت نقاشات، لكن ما فيش حد مثلا قطعك او حد حصل مشكله كبيره؟ لا، علقه بسيطه كده. بس علقه من مين بقى؟ من عمي. من عمك؟ يعني وكان اول مره يعني حد يمد ايده عليا.
فلاقيته، لان طبعا انا عندي 5 ابهات يعني عمامي كلهم، عمامي كلهم في بيربونا كلهم. فانت اذا خلصتي من ده مش هتخلصي من ده، يعني ضربتي كام علقه؟ لا لا، هي علقه واحده. كان عندي عم عصبي كده شويه، فراح ماسكني قابض دماغي في الحيط كده. وعملتي ايه؟ استقبلتي الموضوع ازاي؟ باصرار، وكلمت مع جدتي، وانا بقول لك ايه، عشان كانت ست مثقفه وواعيه وفاهمه. فقلت لها بصي يا تيتا، انا لو سبتوني ادرس الفن وبتاع، اوعدك ان انا عمري ما هعمل حاجه وحشه ولا حاجه تخليكم تتضايقوا، وهفضل طول الوقت ابقى حاسه ان يعني اسم، لان هم فعلا احنا تربينا على كده، انه اهم حاجه عندنا انه تفضلي محافظه على اسم عيلتك، ما تحمميش حاجه تخليهم يحسوا ان هم قليلين، او يعني ده كان مفهومنا. فانا عمري ما هعمل حاجه غلط. طب بس هي وقفت قدام ولادها الصعايده، واخدت قرار ان هي هتقف جنبك انت وتسندك، عملت ايه؟ يعني قالت لهم ايه؟ اتصرفت ازاي؟ لا، في الاخر ما هي كانت جدتي بقى الشخصيه دي، اللي هي لما تقول خلاص انا قالت لهم سبوعه، وانا واثقه فيها. انا واثقه كلمتها فيها. هي اللي مشيت. وحقيقي انا لغايه دلوقتي يمكن العقد اللي انا يعني اديته لها بحاول احافظ عليه لحد دلوقتي. وانا معلوماتي ان الست في الصعيد هي الكبيره، لما بتقول او بتقول لا، كله طيب. اولا بيسمع لما الكلام. كان جدي عايش، كانت جدتي دي طيبه جدا، وانا شخصيا كانت بتصعب عليا، لان جدي كان راجل صعب جدا. يعني جدي يتكلم بالنظره كده، وما يعني دكتاتور في الحقيقة. كان بيخوفكم يعني؟ ما نترعش. يعني جدي ده ما مثلا الساعه 1 تيجي، احنا كل حد فينا بيوضب البيت، لانه بيت كبير، وهو ما يقبلش يكون في ورق. انا خدت الصفه دي منه، الله يرحمك يا جدي، اللي هو ما تقدريش يبقى فيه ورقه في الارض، ما تقدريش يبقى فيه مش عارفه، ما تقدريش يبقى فيه كوبايه مش نظيفه، ما لازم يعمل اشراف عامل اول قبل ما يخش اوضته. فلازم نتفق يعني، او ما يقولوا الساعه 1 جدي جاي، كل واحد بيعمل حاجه. فلما كانت قدامه، كانت الشخصيه المسالمه ستره. اول ما جدي مات تحولت، بقت هي القويه، بقت هي خلاص كل حاجه. ولما تشخط الشخطه، انت كنت فين ده؟ انت احنا اخذت الدور، اخذت الدور. عرفت كمان ان انت بمناسبه التنظيف، وبتقولي كل واحد بيعمل حاجه، لقيتك بتقولي انا بنظف لحد ما ضوافري ما بتطلعش. للدرجه دي؟ وليه بتنظفي بيتك بنفسك؟ مصممه ان انت تعملي كل حاجه بنفسك؟ يعني يعني بصراحه في ناس بيساعدوني، بس مش بيعملوا اللي انت عايزاه. ايه؟ عشان انا بنضف الحيطان، وبنضف البتاع والبراويز والبتاع، ولازم ده بيلمع، ولازم ده بيتنضف، فبتعملي كل حاجه. الحيطان بتتغسل يعني، الله يكون في عونهم، ما تفتشهمش بقى. تغسلي الحيطان بايدك وبتعملي كل حاجه؟ طبعا انا بستمتع وانا بعمل كده. قلتي لي كمان ان انت بتطبخي كل يوم ولاصحابك. طبعا. يعني لو ما عندكيش تصوير مقضيه في المطبخ؟ انا لو عندي تصوير وعندي وقت اطبخ يا ريت، عشان الا اترحم من اكل الشارع، بكره اكل الشارع. بس بتضطري تاكلي اكل الشارع يعني ساعات بقى، وبعدين بنهار، بعدين بتبوظ، ويعني حياتي كلها بتبوظ لما باكل من بره البيت. طيب لو مواقف حصلت لك في حياتك، موقف صعب، ممكن تجري على اصحابك قبل اهلك؟ اللي موجود. اللي قدامك. اللي قدامي. يعني بما انك بتحكي كل حاجه، بس بيني وبينك يعني انا برضو من النوع اللي مع اهلي ما بحبش، لان هم اكيد بيبقوا قلقانين عليا، وما بحبش ازود قلقهم يعني. يعني احس ان كل حاجه بسيطه، ما فيش حاجه يعني. يعني نقدر نقول ان صحاب سلوى خطاب ظهرك اكتر؟ وانا ظهرهم برضو اكيد. طب في موقف حصل مثلا من صديق او صديقه مقربه مثلا هز ثقتك في الناس؟ لا، انا مفيش اي حاجه ممكن تهز. محظوظه يعني من الاصدقاء؟ لا، مش حكايه حظ، حكايه انك انت لازم تتقبلي الناس بكل اللي فيهم، مفيش حد ما تقولي ما فيه عيوب. المهم انها ما تكونش عيوب. مثلا انا بيهمني قوي لا التربيه. يعني يهمني قوي حد متربي، لانه حد متربي حتى لو غلط، حتى في غلطه هيبقى متربي. فدي الحاجه الوحيده اللي تفرق معايا. لكن اخطاء ما فيش حد فينا ما بيغلطش، فيش حد فينا ما بيروحش عليه، فيش حد فينا يعني حاجات ما دام تغتفر خلاص يعني. طب تحبي تشوفي بقى اصدقائك بيقولوا عليك ايه؟ يا ريت، عشان اوريهم. اتفضلي. هي من اجمل الناس اللي في الشغلانه دي، ده حقيقي. سلوى دي كانت سلوى خطاب، وانا فايكون تمثيلي وايكون، لا
بالنسبة لي سلوى خطاب من وانا صغير طبعا، ما اقول وانا صغير دي هتقتلني. فكانت ده اول انطباع، ممثلة عظيمة. لما عرضنا على سلوى خطاب بشخصية التمنوها في العهد، كان اول انطباع ليها كان مش عن الشخصية اكتر ما عن العهد نفسه، مش عن نستمنوها. قالت لي احنا جينا ناخد دكتوراه بقى مش جينا نمثل. وكانت طول التصوير كانت اول ما تشوفني كل يوم بتقول لي انت فاكر ان هم فاهمين اللي بيمثلوا معاك دول؟ ولا حد فاهم فيهم حاجه. انا ما كنتش متخيل انها موسوسه كده في الشخصيه، يعني بتقعد يعني في حاجه في العهد ما حدش العهد المفروض انها بعد ما استمنوها بقت روح لبست زي واحد طول المسلسل، وأستاذ خالد كان عايز ازاي يفضل مكوي. سلوى خطاب على مدار المسلسل كله، تصوير المسلسل كله فوق السبع شهور، طول ما بين الشوط والشوط واقفة على رجلها، ما بتقعدش. سلوى خطاب ما بتقعدش طول المسلسل عشان الهدوم تفضل مكوية، فما تضطرش تعطلنا او تضطر تخلينا متأخرين. في الفترة اللي انا كنت هشتغل فيها مع أسامة فوزي، فهو زوجها السابق، فراحت قالت اتصل بيها قالت لي تلمتوا على بعض، ده هيبقى مسلسل اسود. شخصيه سمره وشخصيه عزيزه بعد كده تاني سنه وراها، فكان في سن تشابه اداء من وجهه نظري، يعني هي طبعا مش شايفه كده. فما ابتدت تتمنوها كان في اول يوم انا حسيت، واستاذ خالد مرعي حس ان ده موجود، فروحت قلت لها. فطبعا اتضايقت جدا اول يوم، وده اللي بقول لك عليه بقى اللي هي نماكيه جدا. فاخدت جنب وحست انها ازاي اللي انت بتقوله ده، وازاي هل انا ممكن اعمل كده؟ اهو ده اول يوم. تاني يوم من على البوابه سمعت شتمتي، يعني فينه انا التاريخ، انا الزهرات ده جوه اللوكيشن. هي مطيعه جدا 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 مع استاذ خالد، وبالنسبه لي انا في الشغل بالعكس. ده سلوى خطاب من الاوائل لما اشتغلنا واحنا في بروفات الترابيزه على نيران صديقه، كانت هي اللي بتقعد تقول لهم اسمعوا مني انا عارفه الكلام ده كويس، اقروا السيناريو ده، لازم الحوار يتقال زي ما هو مكتوب، لو غيرتوه هيبوظ. لكن بقى هي مع الكوافير والماكير والحاجات دي، دي بقى هم مش مطيعه خالص، طلع عينهم. لما عدى عليا سنه ما اشتغلتش، في ناس اختفت، هي ما اختفتش، بالعكس هي موجوده دايما. لا سلوى جميله، حبيبتي يا سوس. يا سوس بتطلعي يا سوس بتطلعي عين الكوافير والماكير. ده هم اللي بيطلعوا عيني. طب ليه قلتي حموتك لما جاب سيره السن؟ عشان بيقولوا انا صغير وانت صغير، ده انا اصغر منك. امين راجي ده من الناس اللي اولا انا مؤمنه بيه جدا، وبحس انه موهوب جدا، وانه متطور، وانه مقرف. مقرف. والله مقرف. يعني يديكي سيناريو تقول له يا ابني، وتعقيد، يعني تعقيد للممثلين وللمخرج ولمهندس الديكور ايه يعني انت بتحس بايه؟ بتستمتع؟ وبيقول لك انا بخش جعان. لانه اما كنا بنعمل العهد طبعا انا قريت شويه، وكان نفسي اعمل دور تاني، يعني ما كانش نفسي اعمل الدور ده. طب ايه الدور اللي كان نفسك تعمليه؟ خلاص بقى عملته زميله، ما ينفعش يعني. المهم كان دور تاني بقى وفي فرفشه وفي بتاع، فهو بقى تخش في هيزعلوا؟ لا مش دي حاجه معروفه. لا مش بحب انه يعني حاجه كانت ما حصلش. بس ده عادي لما بتقولي كان جاي لي الدور ده وراح لفلان، عادي يعني الناس بتتعامل مع الموضوع ده بشكل طبيعي، يعني مفيش حاجه. مش بحب، لانه ما دام اتعمل وعملته حلو جدا على فكره. المهم شخصيه السمنات دي كانت صعبه جدا، يعني واحد يقول لي بصي يعني ممكن في اي حد يعمل الدور ده، انما استمنوها قلت له وانا مالي، ما تجيب سوسن بدر، ما ليه انا اطلع فعلا خمس شخصيات؟ يعني يعني عذاب، يعني كل شويه اقول له يا ابني ده انا خدت البكالوريوس ما تعبتش كده، ما عملتش الشخصيات دي كلها. متعب. لكن لا بس متعب. يعني كل مشهد كنت بستمتع بيه جدا، ويعني انا من النوع اللي يعني هو يكتب حاجات تستفزني، فانا اقول له في الاداء هستفزك اكتر، وفعلا بيحصل. هو بيقول كده. ليه كنت شايفه ان حضرتك مفيش حد في العمل فاهم الادوار غيرك؟
انت شايفاها بالشكل لا ده؟ لا بالعكس، ما يعني انا اول يوم تصوير. بس هو لسه قايل كده. لا هو كان بيقول يعني اللي انا بقوله انه ما حدش بقول له ما حدش فاهم يعني بما فيهم انا مش يعني انا مش مستثنيه يعني حضرتك كمان يعني بما اني واخده على في الدراسه على اني اقرا اساطير واقرا شكسبير واقرا مش فمتعوده على انه يبقى في اختلاف ولازم كان في العقد ما كانش برضو كل الورق كان هو لسه عنده بس شرح لنا ايه اللي موجود فتلاقي نفسك ايه ما فجأة بقيتي روح بقيتي مش عارفة ايه. المهم اول يوم رحت للأستاذ خالد قلت له بصي يا أستاذ خالد حضرتك هتقولي اقفي هنا عيطي هعيط اقفي هنا اضحكي هضحك انما هتقولي بقى اسرع وعلاقتك بالشخصيات وما نعرفش ايه مش هتلاقي الجو ده. فطبعا هو قلت له حضرتك فاهم قال لي اه قلت له خلاص كويس حد فينا فاهم. فراحت غدا حد قال لي انا كمان كنت عايزه اقول كده قلت لها يا بنتي قولي احنا قمنا بثوره عشان نقول اللي احنا عايزينه قولي رايك بصراحه. فكنا يعني ماسكين امين راضي منك لله محدش فاهم حاجه. وفعلا الجمهور لما كان حد يتفرج على الحلقات لان بيفوتوا حلقه وده برده مش شيء الممتع يعني انت بتروحي تتفرجي حتى على التركي تلاقي في الحلقه ال 300 هو اللي في الحلقه الاولى فانت ما فاتكيش حاجه يعني. طب قولي لي هو لسه بيقول ان هو كان بيسمع شتمته من على باب الاستوديو. بس يتشتم ولا لا؟ انت ايه رايك؟ ذمتك يتشتم ولا يعني كتبينا حاجات صعبه كده يعني يبقى في ايه بقى؟ بتقعدي تشتمي فعلا؟ من كتر ما انا مستمتعه يعني ساعات تشتمي حد وانت مش شتيمه طبعا اكيد اكيد هو يعني. كمان بيضحك انما انا احب انكف بصراحه. انت عارفه اللي بيتقال على برج الحوت ان هو ممكن يحبوا واحد واثنين وثلاثه في نفس الوقت؟ لا ايوه هتقولي كده بيتهيأ لهم ان هم بيحبوا كل دول لا فعلا. مش حقيقي بالعكس ده ممكن في الرجاله في الستات لا ده بالعكس ده برج مخلص جدا يعني الرجاله بس مش رجاله وحشين جدا رجاله برج الحوت كان جوزي برج الحوت. طيب احنا هنتكلم بقى على رجاله برج الحوت بس في سكرين شوت عايزه اوريه لحضرتك. اتفضل. ان بقاء الزواج بيحتاج لمكر الزوجه والقدره على تحمل انانيه الرجل المعتاده وهي لا تتمتع بالمكر ولا تتحمل الانانيه. انت بقى ما هو كسلوى خطاب لا تتحمل المكر ولا ما اعرفش هو كان مكار واناني. لا احنا نجيب سيرته. لا ما نجيبش برج الحوت. لا ده بيزعل مني قابلني يقول لي انت بتجيبي ست. بقول والله ما بجيب سيرتك فمش عايزه اجيب سيرته. ما هو رجل برج الحوت مظبوط. طب انتوا كنتوا نفس البرج كنتوا متفقين؟ جدا. ما كنتوش بتصطدموا احيانا؟ كتير جدا كل يوم. طب ليه اتطلقتوا بما انكم متفقين خلاص بقى يعني خلاص يعني ايه؟ ساعات بتوصل الحياه لطريق مسدود ويمكن احنا الاثنين بقى بنمتاز كمان باللي عند يعني اكيد بيبقى في حاجه مش مظبوطه بتخلي لكن لا يمنع ان انا بكني له كل احترام وتقدير وشايفه انه فنان مميز جدا وصديق هايل جدا اضاف لك في فتره وزوج الزواج وزوج فاشل جدا. يزعل بقى. ايه الفرق؟ انت فرفوشه اكتر؟ بلاش. انا مش هجاوب. هو هيتخني معايا لما يشوفني. مش هيسكت. انت فرفوشه اكتر؟ ما اعرفش. اسالي. طب انا بسالك من وجهه نظرك كست كده جوزك كنت حاسه ايام ما كنتوا متجوزين ان هو فرفوش ولا مش فرفوش؟ نسيت. لكن اكيد انا كنت باخد الحياه بشكل تاني يعني انا مثلا ما اقدرش اكتئب. يعني هو بيكتئب على طول. ما اعرفش هو انا ماليش دعوه. ساليني عن نفسي. ما انا عارفه ان انت مش هتسكتي. عامل ايه في الست دي؟ طب قلتي لي حالا هو كان زوج فاشل جدا. لا انا بهزر. ما طب ليه كان فاشل؟ كلام. طب هنعلق على حاجه حاجه. ليه كان فاشل من وجهه نظرك؟ لا لا هو ما اقدرش اقول انه كان فاشل انما او ما قدرش يعني ينجح العلاقه الزوجيه بينك وبينه. وممكن انا وممكن يعني انت مش يعني مش لازم بس احنا وقتها يعني عارفه يمكن برضو كنا. طب فهمت انا قلت حاجه عشان تضحكي. اتفضلي. نسيت كنت شفت. ما نغير الموضوع. يمكن كان منك او يمكن كان مني. اكيد منين احنا الاثنين. ما فيش علاقه بتنجح من غير طرفين وما فيش علاقه بتفشل من غير طرفين.
خلاص انت عايزه ايه؟ دخلتي في علاقات ناجحه بعد انفصالك؟ لا تبت طب إيه؟ سنجل من ساعتها؟ وسعيده جدا الحمد لله. طب ليه ما فكرتيش ان انت تكرري تجربه الزواج؟ نسيت. نسيتي الجواز؟ يعني الدرجات العلاقه دي اثرت عليكي؟ لا خالص ما لهاش علاقه العلاقه ما لهاش علاقه سمر بعيدي عني. طب انت عايزه ايه؟ بالعكس انا يعني ما انا هو قلت كل بتكلم حاجه بتكلم معاك. يعني انت ما تعقدتيش بعد العلاقه؟ لا اتعقد ليه؟ لا بالعكس، لا بالعكس خالص. يعني شايفه انه يعني ما هو عشان انا ما دخلناش في مراحل مش لطيفه احنا يعني لما جينا نفصل انفصلنا في وقت لطيف، لا كان لطيف وما جرحناش في بعض وما عمل. فيعني انا مش خارجه من الحكايه، بالعكس انا كنت اقول لاصحابي ايه وصاحباتي صدقوا طلقني واقعد اضحك. يعني انت طلقتي وانت بتحبي اسامه فوزي؟ ويعني يمكن هو كمان يعني لسه بتحبيه؟ ما اقدرش اقول كده، بس ما اقدرش اقول ان انا جوايا مشاعر وحشه تجاهه. طب لو قلت لك القلب بيحب مره ولا بيحب مرتين؟ لا طبعا مره. ليه؟ يعني اكتر من مره؟ يعني ممكن. حبيتي طيب كذا مره؟ يعني حبيت قبل اسامه فوزي. قبل اسامه. طب وبعد اسامه فوزي؟ ما اعرفش، يمكن ما كانش ليا نفس احب. والله خدت الدكتوراه في الحب وقعدت فيه كام سنه، فخلاص يعني متهيألي مش هتمر عليا قصه حب قويه كده يعني. والحمد لله ان انتهت بالجواز يعني. طب اخدت اللقب وخلاص. المهم اللقب. يمكن لو ما كنتش خدت اللقب كنت زعلت، لكن مطلقه برضه. لقب لطيف كده الواحد يتباهى بيه. مش احسن ما ابقى عانس؟ الحمد لله. ميرسي يا اسامه على انك اتجوزتني واديتني اللقب. اتفضلي. طيب بيفرق معاكي السن في علاقتك بالرجل ولا ما بتفرقش؟ لا ما بتفرقش. ما بتفرقش. لو انت دلوقتي في السن ده او في المرحله النجوميه دي ممكن تاخدي تتجوزي حد اصغر منك ونجوميته اقل منك؟ يعني عايزه اقول لك ان مشكلتي انه الناس اللي عايزين يتجوزوني اصغر مني. وانا المبدا ده مش فاهماه. طب يعني ليه مشكلتك؟ او يمكن انا ما عنديش مشكله يعني. انا لو حد حلو عنده 17 سنه مش هقول لا. المهم مش شخص. ما انا دلوقتي بقول لهم فرصه بقى ادور على موز كده قد 22 سنه كده. طيب ايه اللي بيفرق معاكي في شخصيه الراجل؟ يعني لازم يكون متوفر فيه ايه؟ يمكن شخصيته وعقليته، لانه لما بيبقى عقليه كويسه بيقدر يريح الست اللي معاه كمان. لانه الراجل القوي عمره ما يبقى قوي على الست اللي معاه، بالعكس. يعني من كتر قوته، لا من كتر قوته هو قادر يحتويها حتى في ضعفها، حتى في عصبيتها، حتى في الحاجات اللطيفه اللي مش ملاقي، لان هو المفروض يبقى اقوى يعني. فلما بيبقى الراجل مش كده، يعني انا بحكم على شخصيه اي راجل من معاملته للست اللي معاه. يعني لقيته بيعامل مراته باحترام وبتقدير او اي ست يعني كده، بحس ان ده راجل محترم. الراجل هو اللي بيقود العلاقة ولا دي القيادة بتبقى مشتركة ما بين الراجل وما بين الست ولا الست بس؟ هو ده بقى الدهاء اللي أنا بتكلم عنه. إنه يبقى أنا مع قيادة الراجل، بس أنهي راجل؟ يعني ما جيبش حد بقى عايز يعني يبقى في حاجة مش لطيفة يقول أنا اللي بقود، لا أقود إزاي كمان؟ وكمان ذكاء الست إنها تبقى توصل الراجل ان انت اللي بتقول وهو اللي بيقول حاجه، وهي اللي بتعمل كل حاجه. بتعمل كل حاجه. برافو عليه. انا يعني انا احب. طب انت ذكيه في العلاقات؟ لا خالص انا فاشله. مش ذكيه في العلاقات؟ لا. يعني انا بس انا مش نموذج يعني. ان ما انا مش حاطر اعيش مع بني ادم واكون بني ادمه ثانيه عشان خاطر ارضي بصراحه يعني مش هعمل نفسي عبيطه وهبله. انا مش عبيطه ومش هبله، وانا اعرف كل حاجه وافهم كل حاجه واجيب كل حاجه وكل حاجه. طب حاولوا يغيروا فيكي ايه؟
ايه العيب الخطير اللي موجود فيكي كست اللي انت ما بتتنازليش عنه من وجهة نظرهم؟ يعني هم بيقولوا الندية. يعني بيحسوا ان هم مثلا يتجوزوا واحد صاحبه فيقول لك على ايه يعني، فهم بيحسوا انه في ندية. ما هو الندية من ايه؟ ما هو انا ست بشتغل وفي مجتمع وعندي يعني حياتي وعندي مجتمع اللي بديره، وانت لازم تحترم ده. ومش معنى ذلك انه يعني عايز اقول لك واساليه في ده انا كنت صادقة جدا. يعني انا لما اتجوزت اسامة كنت حاسة ان انا زوجة مسؤولة عن كل حاجة في حياته. يعني شراباته لازم تتغسل وتتطبق، اكله لازم مش عارف ايه، يعني كل التفاصيل بتعمليها بنفسك؟ بعملها بنفسي طبعا. طبعا هو امال هو متجوز ليه؟ يعني طب وموضوع الندية ده برضو ما كانش عاجبه؟ بفتكر كده. بفتكر كده. اصل بصي راجل الشرقي يعني طلع نزل مثقف ما عرفش ايه، في النهايه هو سيد سيد. الراجل راجل والست سيد. هو سيد سيد. طب انت ممكن تتجوزي راجل مش شرقي؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ لا ما اقدرش. طب ليه؟ عشان ما فيش لغه مشتركه. ما فيش تاريخ مشترك، مش هتقولي نكته سوري اي فهمها، لسه اقعد اترجم بقى واقول ويقول انا في دماغي الكلام. شايفه ان اللغه مهمه؟ طبعا اللغه الواحده مهمه والثقافه الواحده عشان التعبير، عشان تبقي مش حاسه بغربه. وفي ناس بيجتازوا ده يعني. في ناس بس ما هياش القاعده يعني. طيب في فيديو عايزاكي تشوفيه. اتفضلي. تقفش الراجل معاكي؟ بقفشه بمعنى تقفشي يعني؟ اذا كان بخون، اذا كان بيكلم مع حد تاني، اذا كان ممكن اقعد هبله كتير. لا، لانه بيبقى عندي ثقه انه ده مش ممكن يحصل. ويحصل ممكن. قفشت راجل؟ قفشته. ممكن استحمل اي حاجه يعني، ممكن حتى انا قلت لجوزي كده، ممكن ما تاكلنيش، ممكن ما تسكننيش، ما اعرفش في ايه، ممكن اعيش معاك كل الحالات اللي في الدنيا، حاجه واحده بس، اوعى تلف تلف وترجع لي. ما ترجعليش. قفشتي؟ قفشتي مين؟ انت لسه قايله حالا قفشتي. أيوة. انت قصدك على مين وانا قصدي على مين؟ ما في المطلق انا ما بقصدش حد معين. قفشتي حد وهو بيخونك؟ هو مش هو كان طبعا مش معتبره خيانه، لكن انا كنت معتبره خيانه. المهم ان انا يعني الحاجه الغريبه قعدت اقول له قبل ما خد بالك انه مش لازم تبقى في حاجه مش لطيفه. يقول لي يا سيدي افهم، مش هسكت، اعمل لك في شيء حفنتان التحرير يعني. مش هاخد الموضوع كده. ايه اللي حصل؟ اهو بقى يعني عرفت بطريقه ما ان اثبت له ان انت خالي، ان ده كان مهم جدا بالنسبه لي يعني. عارف حد عليكي؟ يعني ممكن تعتبريها نزوه، بس ممكن تبقى نزوه مش لطيفه. هو بالنسبه له نزوه، لكن انت بالنسبه لك ان هي ما كانتش نزوه. لا ما فهمش انا يعني. لا اصل انا مش بفهم يعني بني ادم ممكن يبقى اتنين مع بعض ويقعدوا مع بعض عشان هو يعمل حاجه غلط او هي تعمل حاجه غلط. ليه الحقيقه ابسط من كده بكتير. ممكن تتسامحي مع الخيانه او سامحتيه بعدها؟ ده كان سبب الطلاق؟ لا ملوش علاقه. ملوش علاقه. ملوش علاقه باسامه. ملوش علاقه باسامه. بشخص تاني ممكن. طيب نطلع لفاصل. اتفضلي. استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية وفقرة أنا والفن، هنبدأ بالبروفايل ونرجع نعلق عليه مع بعض. اتفضل. سلوى خطابة اسم تقيل في عالم التمثيل، خصوصا في وقتنا الحالي. اتخرجت من المعهد العالي لفنون المسرحية سنة 87. رشحها المخرج الكبير هنري بركات للعمل في فيلم عشاء تحت العشرين، لكن أول دور لفت الأنظار وشد الانتباه كان دورها في المسلسل الشهير هند والدكتور نعمان. احنا لازم نحط ايدينا في ايد بعض. في خلال ما يقرب من 30 سنة كونت سلوى خطاب تاريخ كبير من الأعمال، بخطوات هادية ومن غير ضجيج أو صخب عملوا آخرين ما عندهمش نص موهبتها أو نص رصيدها من الأعمال الفنية، اللي وصل ل 109 عمل فني لحد الآن ما بين أفلام سينمائية وسهرات ومسلسلات تلفزيونية وعدد من المسرحيات. من أهم الأفلام اللي مثلت فيها سلوى خطاب الفيلم الروائي القصير علامات إبريل، اللي يعتبر واحد من أجمل الأفلام المصرية القصيرة، وأفلام روائية طويلة تانية زي ضرب الهوى
والأراجوز وكتيبة الإعدام وعفاريت الأسفل اللي أخرجوا جوزها السابق أسامة فوزي. وفيلم الساحر آخر أفلام المخرج الراحل رضوان الكاشف، واللي اتقسمت فيه البطولة مع الراحل الكبير محمود عبد العزيز. أشاش في عينك راجل قليل الأدب ما تختشيش. لكن تظل المسلسلات هي السبب الأبرز في شعبية سلوى خطاب. نفتكر منها على سبيل المثال للحصر، أدوارها في مسلسل رأفة الهجان ورئيسة في الضوء الشارد، ودورها في مسلسل حديث الصباح والمساء، وملاعيب شيحة ونيران صديقة وسجن النساء وجبل الحلال وغيرهم كتير. تخيل البنت بتفلفص في إيديا زي التعبان طلع الأمه. غير أن سلوى خطاب ممثلة جامدة وموهبة دايما بتفاجئ المشاهد وعندها الجديد، بيحس كتير من الناس أن عندها حالة زهد أو ترفع على مسألة النجومية، مع ثقة كبيرة جدا جدا في النفس. بيفسرها البعض أحيانا أنها نوع من الغرور، لكن مؤخرا في آخر كم مسلسل وتحديدا من مسلسل جبل الحلال، بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ عدد مش قليل من نقاد المشاهدين إن حالة الزهد والترفع اتحولت لزهق، كأنها بتمثل من غير مزاج، تأدية واجب أو تقضية وقت وخلاص، وإن أدائها كان مكرر وغير مقنع، وفي فجوة كبيرة بينه وبين أدائها الممتاز في معظم أعمالها اللي قبل كده. فهل في اللي جاي هترجع سلوى خطاب للأداء الممتاز المعروف عنها؟ ولا هتستمر في الأداء اللي بيشوفه البعض بالنسبة لها عادي ومقرر؟ هنشوف. رأي حضرتك في البروفايل؟ وده أقول إيه يعني؟ ولا أنا عمري ما أمثل حاجة من غير نفسي يعني. ممكن يبقى عندي أوافق على إنه يبقى في حالة زهد في النجومية، لأنه أنا ليا مفهومي الخاص عن النجومية. إيه مفهوم حضرتك؟ أنا يعني أكرر نفسي، بالعكس أنا ساعات يبقى عندي مثلاً يعني لما تيجي تشوفي سجن النساء وتشوفي جبل الحلال وكان وقتها حتى إمبراطورية مين، لا دي مش حد يعني أكيد كل دور مختلف خالص عن التاني، وده رأي الناس على فكرة، مش رأيي. فما أحبش يعني يوم ما أوصل لمرحلة إن أنا أمثل من غير النفس، لا مش أحسن أمثل من غير النفس. طيب عايزين نشوف رأي الأستاذ طارق الشناوي. ياريت. وعايزة أشوف تعليق حضرتك عليه. فضل. سلوى خطاب وقعت في لحظات أسيرة شخصية اللي هي شخصية عزيزة في سجن النساء اللي هو أخرجته كاملة أبو زكري، كان دور متميز وعلم قوي مع الناس. خرجت من سجن النساء وهي لا تزال محتفظة بعزيزة، كانت بتطلع بعض شذرات من عزيزة، وده خطأ مفروض ما يقعش فيه ممثل موهوب زي سلوى. نفس كلام الأستاذ أمين راضي، يقول اللي هو عايزه. بس أنا عايزة أقولك إنه بعد عزيزة كان في إمبراطورية مين، شخصية ملاش علاقة، العهد ملوش علاقة بعزيزة، نيلي وشريان ملوش علاقة بعزيزة، يعني كل إن الشخصية علقت. بالعكس يعني أجيب منين تاني طريقة الكلام بتاعت عزيزة وطريقتها دي شخصية حاجة تانية، بس لأنك بتلعبي في نفس المستوى. يعني خلينا نقول إنه بيبقى ساعات مثلا تقولي جبل الحلال دور بلدي وعزيزة برضو دور بلدي، فممكن يبقى بس ده بالعكس ده اللي بيبقى مستفزني. طب أنا هقدم الشخصية دي بطريقة شكلها إيه ودي بطريقة شكلها إيه؟ فهل نقدر نقول إنه زكية في جبل الحلال فيها من عزيزة والاتنين كانوا بيتقدموا في وقت واحد؟ بس لما رأيي يتكرر مش يبقى ليه وجهته؟ هم أحرار مع نفسهم يعني، هم وجهتنا أو أحترمها برضو يعني، أحترمها وأخدها في الاعتبار. لكن يعني عايز أقولك إنه بقولك نيلي وشريان ده الموضة كوميدي، ورغم إنها بنت بلد بس بصي معمولة إزاي، ويعني وطريقتها إزاي وطريقة كلامها إزاي وتصرفاتها إزاي، أكيد يعني مش عارفة. حضرتك راضية عن مشوارك السينمائي ولا شايفة إنه هو أقل من موهبتك؟ ما أنا مش عارفة موهبتي ممكن تجيب لحد فين يعني، أنا عايزة أقولك إن أنا كل مرة بمثل فيها كأني بمثل لأول مرة.
طب طموحك اعلى من كده؟ طيب كتير جدا بكتير. يعني انا بحس انه ده لسه ما عملتش حاجه عشان كده ما بقفش قدام حاجه. يعني حتى لما ينجح لي دور ما اقفش اقول انا نجحت انا خلاص ذات عمل وتنسى. بس انا بسال عن السينما تحديدا. السينما يمكن يعني الواحد برضو لما طلع كان عامل افلام مهمه جدا فانا ما رضيتش اقل عن المستوى ده. يعني قدمت افلام مهمه وسافرت بره ولقيت نجاح كبير قوي في مصر وفي كل حته. فيعني كان يصعب عليا قوي ان اروح اقدم حاجه مش المستوى اللي انا مقتنعه بيه. تعالي بينا نشوف راي الاستاذ طارق الشناوي الاستاذ نادر عادل. يلا بينا. يعني انا هضيف لسلوى خطاب في الساحر مع الكاشف مع رضوان الكاشف الله يرحمه وعفريت الاسفلت مع اسامه فوزي هضيف ايضا كونشيرتو درب سعاده مع اسماء البكري لان تقريبا كانوا فتره واحده وهي من اعلى او الثلاث افلام دول ذره ابداعيه عند سلوى. مشكله سلوى انه المخرج اللي يستطيع طبعا مخرج او مخرجه اللي يستطيع ان يعزف على اوتارها الابداعيه عدد قليل جدا ويمكن اكثرهم ابداعا كان اسامه فوزي. بعيدا عن ذلك فبيبقى اللحن الابداعي اللي بتقدمه سلوى لحن يفتقد الجاذبيه بنسبه كبيره. مشوار سلوى خطاب في البدايه قوي جدا تعمل مع مخرجين كبار ليها فيلمين يذكروا تاريخيا يعني من ضمن الافلام الكلاسيكيه في تاريخنا اللي نقف قدامها بتامل اللي هم عفريت الاسفلت والساحر. بعد كده ما عندهاش المخرجين اللي ممكن يقدموها بشكل فيه إضافة بكل تأكيد. في مرحلة كده بتبعد فيها سلوى طبعا السينما تماما بتتجه للتلفزيون بتخسر المسرح رغم ان بدايتها المسرحية. انا فاكر ان انا في اوائل التسعينيات شفت سلوى على المسرح في دقة زار مثلا ممثلة مسرحية مدهشة. ازاي اختفى المشوار ده كله وبعدين العودة مؤخرا بانها تلفت الانتباه بما هو كوميدي اكتر من تقديم شخصيات من لحم ودم وقريبة من هذا الشعب. تعليقك ايه؟ يمكن جزئية او يعني طبعا انا بحترم رأيهم جدا ودول نقاد كبار وليهم مكان عندي الاستاذ طارق والاستاذ نادر ويعني كويس ان هم قالوا كلمتين كويسين ده اكيد لازم. انما فعلا انا يعني مخرج والمخرج يبقى فيه نص ويبقى فيه دور. يعني لما انا مش لا انا هروح اكتب لنفسي ولا اخرج لنفسي ولا انتج لنفسي يعني لما بيبقى فيه حاجه متوفره عشان كده ما يبقى فيه مثلا حتى فيلم قصير بس له قيمه وبيقول حاجه والمخرج موهوب بروح اشتغله فورا. فيا ريت انا بايدي كنت عملت. طب نقدر نقول ان المشكله هنا مشكله مخرجين يعني انت موهبتك اعلى من المخرجين كلنا الموجودين؟ يعني مشكلتنا كلنا مش انا لوحدي انه ما فيش المخرج اللي عنده الحريه على انه هو يعمل عمل هو مقتنع بيه. يعني بقت ناس قليله جدا. زي مين طيب؟ والله مش يعني ما اقدرش اقول يعني اسماء لكن مثلا اللي لغايه دلوقتي ربنا يديله الصحه وهو مخرج كبير ومهم شريف عرفه. بشوف مروان حامد كمان من المخرجين المتقدمين جدا. بشوف محمد ياسين كمان. طيب في راي تاني عايزه اقوله لحضرتك. اتفضل. ليس لديها بوصله اختيار. قد تقدم عمل في الذروه الابداعيه وياتي عمل او اثنين بعدها ونجد انه السهم بيهبط. فمن الواضح انه مهما كانت المشاكل خارج ارادتها يعني المخرجين لا يقبلوا عليها بشكل كبير الا انه في جزء متعلق بسلوى وهي انها لا تملك ذكاء الاختيار. فعلا لا تملكي ذكاء الاختيار. الاستاذ طارق لازم يقول لا تملك ذكاء الاختيار والسهم اللي بيعمل ما فيش يعني طبعا برضو هو رايه انا بحترمه جدا انما ما عنديش الحكايه دي يعني ما عنديش ان انا مش بشوف فيها امال يعني الادوار دي وصلت للناس ازاي. طب انت راضيه على الادوار اللي انت قدمتيها ولا في حاجات انت ما بتحبيش تشوفي فيها نفسك؟ لا
انا يعني حاجات قليله جدا في مشواري لا تذكر. يعني زي ايه؟ طيب مش عارف يعني، انا حتى مش فاكراها. مش فاكراها من يعني من كتر ما انا لدرجاتي سيئه ولدرجاتي انت كرهاها؟ يعني لا يعني ما كانتش المستوى اللي انا احب يعني ابقى راضيه انه يعني، عشان كده ما كررتهاش لاني بتعب نفسيا. طيب انا هوريكي اختيار معين من استاذ طارق الشناوي، تعالي نشوف. اختشوا ماتوا اساسا فيلم رديء وهي بتلعب أرض الأدوار، يعني الفيلم في حد ذاته فيلم رديء، فما بالك لما يكون أنت كمان بتاخد دور ملوش ملامح. اللي اختشوا ماتوا كان اختيار غير موفق على الإطلاق لسلوى، لا للفيلم ولا للدور. ده رأي الأستاذ طارق. معاه؟ بتتفقي معاه؟ أولاً يعني اللي أنا عايز أقوله لك إنه السيناريو اللي جالي كان حاجة شوية مختلفة عن اللي تقدم، بس انا في النهايه في مخرج هو اللي مسؤول عن العمل. يعني ما كانش يعني كانت الادوار فيها يمكن عمق اكتر من كده، يمكن ما لحقش، يمكن ميزانيه الفيلم، يمكن يعني اكيد في اسباب يعني. بس انت مسؤوله عن الاختيار. ما هو انا لما اخترت ما كانش كده. يعني لما اخترت ما كانش السيناريو، بالعكس انا عجبت جدا بالسيناريو لانه كان الاول بيتحكي كانه حكايه. بس خبرتك الطويله دي يا مدام سلوى بيخليكي تعرفي وتقري ده هيتنفذ ولا لا، ده كلام ولا حقيقه. لا برضو بتبقي عندك يعني انت ما اقولك لا تملكي، لانه في النهايه في مخرج هو اللي مسؤول عن العمل. وانا مدام ارتضيت اشتغل مع مخرج ببقى زي ما قال لك محمد ببقى مطيعه. بتبقي جدا. مطيعه جدا لانه انا تعودت على كده. ما ينفعش انا اجي اقول للمخرج بعد ما اشتغلت معاه لا انا مش عاجبني، لا انا مش، لا اكمل ممكن ما اعملهاش تاني. انما خلاص انا ما فيش في ايدي حاجه غير اني اكمل العمل واعمله على اكمل وجه. لكن هو الدور ما كانش كده. حضرتك ومدام سوسن بدر بتلعبوا في نفس المنطقه، ممثلات تقال بس مش نجمات صف اول. يعني طبعا سوسن ممثله كبيره جدا وبحس انها نجمه في حتتها برضو. ما انا طبعًا مش عارفه طبعًا. ما هو الصف الاول دول مش كتير برضو. يعني الصف الاول دول السوبر ستار. واحنا لما جينا اشتغلنا كان اللي هو لازم بيتباع باسمهم. ايوه. احنا لما جينا لما طلعنا كان عندنا مشكله انه لازم تشتغلي مع السوبر ستار. يعني لازم يبقى في الفيلم الاستاذ محمود عبد العزيز، الاستاذ عادل امام، الاستاذ نور الشريف. ما كانش فيه برضو حته انك تجيبي وجه جديد كده تروحي محملاه، فبرضو كان بياخد وقته وما لحقناش نعمل غير مثلا كام فيلم بطولتنا اللي هي فيها يعني ادوار ممكن تقولي انها ادوار بطوله يعني. وبعد كده خلاص السينما كلها اتغيرت. يعني بقوا كل اتنين تلاته يلموا بعض ويعملوا فيلم. فيعني فاحنا ما لحقناش الفتره لغايه ما احنا عندنا يعني ايه كل اتنين تلاته يعملوا فيلم؟ يعني تقصدي ايه؟ يعني هي بتبقى يعني في كده يعني في انه لا فهميني قصدك، يعني تقصدي البطولات الجماعيه؟ ممكن يبقى في بطولات اللي هي تليق عليهم. يعني افلام الكوميدي اللي بتتعمل، الافلام المجموعات اللي يقعدوا يغنوا ويرقصوا ويعملوا. يعني انا ما قداميش غير السينما دي. كان الاستاذ طارق الشناوي بقى والاستاذ نادر عادل لو كانوا قالوا ايه؟ مش عارف. طيب كان السهم راح فين؟ طيب الاستاذ طارق الشناوي ليه راي برضو على حضرتك. الاستاذ طارق الشناوي عايز مني انا ايه شخصيا؟ حواريكي بقى فضل. هو دلوقتي هيقول رايه على حضرتك والاستاذه سوسن بدر. اتفضلي تعالي نشوف. انا رايي انه لا يوجد وجه شبه بين سوسن بدر وسلوى خطاب، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في اي حاجه. يعني منهجين مختلفين، زمانين مختلفين، موهبتين مختلفين. سوسن طبعا انجازها اكبر واعرض واعمق، يعني الحديقه اللي قدمتها ولا تزال تقدمها سوسن بدر حديقه غناء مليئه باشياء كتيره وببطولات كمان كتيره. يعني سوسن عاصرت البطوله، انما سلوى لا ملهاش رصيد سوسن ولا تاريخ سوسن ولا موهبة سوسن. وده عشان حتى لا يساء التفسير، لا يقلل من قيمة سلوى، سلوى في ملعبها، لكن المقارنة هنا مقارنة ظالمة للطرفين بالمناسبة. تعليق حضرتك ايه؟ طبعا سوسن ممثلة مهمة جدا
وطبعا هي برضو كانت مرحله قبل مني، وكان في وقت فيه انه ممكن يبقى فيه ادوار برضو مهمه هي عملتها ولسه. بس انا بحس ان احنا مختلفين، رغم ان احنا ممكن نلعب في منطقه واحده بس كل واحده بطريقتها. يعني هي انجازها اكبر واعمق واعرض. ما بتبدلش شغل ما شاء الله عليها، الله اكبر. ما شاء الله. انما انا من النوع اللي لو عندي عمل خلاص ما. طب ليه هي من النوع اللي ما بتبطلش بس انت ممكن تبطلي؟ يعني دي قدرات. يعني هي قدرتها كده. ولا نقدر نقول ان بيتعرض عليها اكتر؟ والله عايزه اقول لك ان انا الحاجات اللي ما بعملهاش اكتر كتير قوي من الحاجات اللي عملتها. يعني انا تاريخي كله لما تيجي تحسبيه تلاقيه مثلا زي ما بيقول لك، ولا انا مش عارفه جاب 100 عمل، يا رب يكونوا 100 فعلا، هتلاقيهم على مدى شوفي بيقول لك 30 سنه يعني. فقسميهم هتلاقيهم، لانه ما هو اللي انا بستغرب له، انا بقول لك ما كانش العمل وادي له كل طاقتي وادي له مش عارف ايه، صاحب بالين كذاب، انا دي تركبتي. طب لما لعبتي بقى كوميديا حسيتي ان انت اجدتيها؟ انا ما بعتبرش نفسي لعبت كوميديا. يعني انا حتى الادوار اللي انا عملتها وكان فيها قيف في الدم ما كنتش متعمده على فكره. يعني انا في نيلي وشريان شوف الناس كانت بتموت على روحها من الضحك، او في عزيزه وانا بتكلم جد جدا. ويمكن انا كان نفسي اعمل كده في الكوميدي. يعني كان نفسي لما يجي لي دور فيه كوميدي ان اقدم الشخصيه، وبعدين الشخصيه تطلع دمها خفيف ماشي، انا مش كوميديانة يعني. مانيش الاستاذ عادل امام مثلا، مانيش حتى زينات صدقي يعني، مش ولا شوكار حتى. يعني ليكي طريقتك، ليكي اسلوبك في الكوميديا بتاعتك. لو في خفيفه الدم ماشي. بقول لك لما كنت في نيلي وشريان كنت اقول للاستاذ احمد الجندي يا رب يطلع دمي خفيف، يا رب مش طالبه حاجه اكتر من كده، مش هم يقولوا عليكم بس انت عارفه ان انت دمك خفيف والناس بتقول لك دمك خفيف. والله في التمثيل لا كيف يعني، ممكن في الطبيعه الناس اللي دمها خفيف كتر خيرهم، انما في التمثيل لا بترعب. طب تعالي نشوف راي الاستاذ نادر عقلي. اتفضلي. الموضوع اتجاه سلوى خطاب للكوميديا اظن لفت الانتباه بعد فيلم، بعد مسلسل سجن النساء، ان شخصيه اللي بتبيع مخدرات ومسجونه وجوزها بيخونها وعاوزه تنتقم منه بعد ما تخرج وكذا، هي قدمته في مساحة خاصة بيها جدا. يعني ما كانتش المعلمة اللي احنا بنشوفها في المسلسلات او في الافلام، لكن كانت اللي اقرب للبنت الشعبية اللي ممكن تتصرف بهذه التلقائية. كان دمها خفيف جدا، فلقوا ان ممكن الاستعانة بيها بعد كده في امبراطورية مين، في شريهان ونيلي الى اخره. يعني هي فتحت لنفسها مساحة. اعتقد ان حتى مخرجة العمل الاولاني سجن النساء فتحت مساحة للدور اكبر نتيجة الاعجاب بالاداء، فهي قدرت تفتح لنفسها مساحة كانت افتقدتها لفترة زمنية طويلة جدا. سلوى خطاب ما تقدرش تكون ممثلة نفسها قدام الشاشة، في عمل وفي مخرج تكرر نفسها طبيعي، لان ده البلوف اللي نجح مع الناس في النهاية. هي حست ان الناس اتبسطت، ما كتب عن نيلي وشريهان وسجن النساء بالنسبه لسلوى خطاب قد اللي كتب عن كل تاريخها بما فيه من اعمال شديده الاهميه. البريق الاعلامي هنا بيلعب دور. هي كممثله تحس انها اتظلمت لفتره طويله وبالتالي عاوده تتواجد، بس وسط مناخ للاسف استهلاكي جدا. تعليق حضرتك ايه؟ ما انا مش عارفه ده مدح ولا مش عارفة. هو راي متوازن في الاثنين. يعني برضو انه المخرج، انا بالنسبه لي المخرج حاجه مهمه جدا. يعني المخرج خصوصا لما بيبقى في تفاهم يعني بيني وبين، يعني انا مع الاستاذه كامله كان في تفاهم وكان عندها ثقه فيا مش قادره اقول لك قد ايه، وانا كان كل اللي هممني ان انا اكون قد الثقه دي، وهي مخرجه مريحه يعني، هي بتهتم بالتفاصيل وانا بهتم بالتفاصيل. فلما لقيت حد زي سبت له الليله بقى خلاص يعني، فكنت يعني كنت مطمنه. انا يعني انا لازم ابقى مطمنه مع المخرج، يعني لازم يبقى عندي ثقه فيه ومطمنه. لكن ان انا اروح لحته ما بعرفش اعمل كده، يعني انا ما اعرفش اروح ايه اقول انا بعمل كوميدي، طب ما اعمل كوميدي، لا مش
لو جالي دور تاني دراما ونكت هروح له طبعا يعني. بس العمل شكله ايه؟ لكن ما تقدريش تقولي مثلا ان نيلي وشيرين ده مكتوب بشكل لطيف جدا والمخرج بتاعه كان مخرج محترم قدمه بكل الشياكه والصدق، بدليل انه وصل للاطفال ووصل للكبار، ويعني مش حاجه سهله برضو يعني. هم يقعدوا بقى في التكييف ويقولوا ده مش عارف ايه، لكن ما بيشوفوش العذاب اللي ممكن الواحد يشوفه عشان يعمل عمل، وخصوصا دلوقتي. طيب بما انك بتتكلمي على المخرجين الكويسين اللي المفروض المخرج هو اللي بيوجه الممثل وان انت تحسي باطمئنان معاهم، المخرجين بقى اللي انت حسيتي ان هم اضروا بتاريخك الفني؟ لا انا ما اسمحش برضو لحد، لكن لو ما لو هو ما يعني لو المخرج ما حسش، بقولك انا بعمل اللي عليا لحد اخر لحظه يعني انا المفروض ان انا اكمل العمل وباخده برضو بصدر رحب وما بحاولش اتضايق رغم ان انا ببقى شايفه انه في حاجه مش مظبوطه. انما خلاص يعني مضطره تكملي. مضطره طبعا. بعد 50 سنة تحبي يتكتب سلوى خطاب في التاريخ ايه؟ يا رب بس اتكتب في التاريخ، يكتبوا اي حاجه بس اتكتب في التاريخ. التاريخ الفني ده نفسك يكتبوا ايه؟ يكتبوا اللي يكتبوا يعني. ما بتفرق معاك الحاجات دي ولا ما بتفرقش؟ يفرق معايا انه زي ما انت بتقولي كده انه الاجيال حتى اللي بعد مني تيجي تقولوا والله كان عندنا ممثله كويسه زي ما احنا بنقول دلوقتي. دي الحاجه اللي تهمني، عملت اللي عليها. طيب تسمح لنا نطلع لفاصل؟ اتفضلي. يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا مره تانيه، ودي فقره انا والاخرون، اخر فقره فانا وانا. في مقولة للدالي لاما حقرها لك، بيقول يمكننا أن نعيش بدون دين وتأمل، ولكن لا يمكننا البقاء على قيد الحياة دون عاطفة إنسانية. موافقة على الكلام ده؟ طبعا. أولا هو يعني هو في معتقد البوذية دي قايمة على المشاعر الإنسانية بس بغض النظر عن الدين. يعني انا بحب لانها فيها انسانيه عاليه جدا بغض النظر انت تسالي حد، عشان كده تلاقي ناس كتير قوي وحتى مشاهير كتير جدا مؤمنين بالمذهب البوذي. فيعني طبعا الدين حاجه مهمه جدا يعني. الدين ده بيحسسك انك موجوده في عنايه الهيه كده يعني. انا متهيألي الايمان ده لو ما كانش موجود كانت الناس اخترعته، لانه تخيلي انت حياتك ما فيهاش انك عارفه ان ربنا معاكي وربنا هيوفقك وربنا هيقف جنبك، مش بتوكاليه طبعا لان انا ما بحبش مبدا انه يعني ما هو ربنا كمان ادانا عقل وادانا منطق وادانا حاجات عشان نستعملها طبعًا. مش عشان طبعًا. نوقفها وهو يعمل لنا هو يعمل لنا في الحاجه اللي احنا بنجتهد فيها. فطبعا انا يعني مؤمنه بالافكار دي، لكن لا يمنع انه لو اي حد عنده حاجات انسانيه كويسه انا مش هساله انت ديانتك ايه ما دام يعني هتفرق معايا لو كان انسان مؤمن. لكن انا مش هسال. عمرك فقدتي عاطفتك مع حد وقلتي مش مهم يستاهل اللي جراله؟ لا يستاهل اللي جراله دي، ما يعني لو اي بني ادم يحصل له حاجه وحشه حتى لو، وانا عمري ما بوصل لحد مع حد لمرحله الكره دي يعني ما بحبهاش يعني مش بتبقي متعاطفه معاه هو مش كر بس يعني ما بيكونش فيه تعاطف. يعني لو حد فعلا مؤذي وحصل له يعني حاجه ممكن اقول يا رب ياخد موعظه على انه ما يبقاش بني ادم شرير، لانه صفاء النفس ده حاجه مهمه جدا والرضا ده حاجه يعني الناس لو تعرف قيمتها تعيش مستريحه جدا. طب عمر حد اذاكي وحصل له حاجه مثلا حسيتي ان ده عقاب على انه اذاكي؟ لا ما افتكرش حد يعني اذاني للدرجه دي. بس عايزه اقول لك حاجه مشهوره عني جدا في المعهد. اتفضل. واحنا في سنه اولى كنا بنمتحن، فانا ايه عندي في ورقه الاسئله فيها 3 4 اسئله، جنبي واحد زميل عارفه الناس الدحيحه دول اللي بيذاكروا جامد جدا، وورايا المرحوم وائل نور كان معانا في المعهد. الله يرحمه. يا حبيبي فانا عماله اقول له ايه
بكلمه. السؤال التاني، انا حليت السؤال الاولاني بس اديني الفكره عشان ابتدي اكمل صح ولا غلط. قولي اوكي. وبقى وائل من ورا ان حاتما يا شرويدي، ان حاتما، ان حاتما دي نمره الف في السؤال الاول، يعني لازم يديله انا ابسط بكتير، انا هيفكرني بس. فانا كل شيء اقول طب استنى يا وائل يفكرني وبعدين طب اشوفك انت في الحكايه دي. فضل لغايه الثلاث ساعات بيكتب وما بيقولناش لا. يعني عارفه يقول لنا لا انا ارتاح، انا حطيت القلم بقى ومستنيه لما اشوف فقدت الامل يعني عم مستنياه. حليت اللي اقدر احل اللي احله، وعندي الفقره دي بس عايزه حد يفكرني انا صح ولا غلط، مش بقول له ماليني مثلا السؤال. وانا على فكره كنت طالبه مجتهده يعني. فالمهم وجم وشدوا منه الورقه، يعني عارفه تخيلي واحد بيشدوا منه الورقه فكتب طلب ورقتين، يعني معناه انه جاب اجابه فظيعه. فاتغصت منه جدا، طلعت في الكافيتيريا قلت له يا شرويدي منك لله يا شرويدي يا رب تطلع الاول وتسقط. انا مش عارفه قلتها ازاي، اول لا قدام المعهد كله واساتذتي والطلبه وبتاع. فراح ضحك كده كويس. المهم هو بيعمل مشروع، كنا بنعمل مشاريع مع بعض، فهو بنعمل مشروع بانتومايم. البانتومايم ده بتعملي فكره وتعمليها بالصامت وفاهم ازاي. فقال لي ثروه تساعديني، قلت له اوكي رغم ما رضيش يغششني. قلت له طيب ماشي. فالمهم ايه، المفروض ان انا عامله امه وواقفه ماسكه الخشب كده وهو هو بيتولد. نص ساعه هو بيتولد دخل من تحت الكرسي وطلع من تحت الكرسي وانا خلاص تعبت، دي وجعتني. هو يعني نص ساعه. فقلت له طبعا اللجنه على روحها من الضحك على رياكشن انتي انا لاني هموت، ايديا وجعتني، طب ما تتولد وتخلصني بقى، انا جاي اساعدك بس. المهم في الاخر قلت له قوم قوم يا فاشل قوم. وكانت نجح وطلع الاول وسقط فعلا. زي ما الدعوه اللي انتي انا نفسي استغرب سقط في الماده دي، سقت في ماده البانتومايم. البانتومايم دي كانت مفروض انها ماده عملي. فطلع الاول في كل المواد وسقط في الماده دي، وتعذب اربع خمس اشهر على بال ما رفعوه، مش عارفه كان دي درجتين ولا. فجي بقى السنه اللي بقى لا لا طبعا ما اتبسطتيش، بس لقيتي ان انت اي دعوه بس استغربت دعوتي يعني، قلت ايه ده وصلت على طول. ودرجه بقول لك جاي بقى السنه اللي بعدها راح مسلم عليا ومنحني جامد جدا وقال لي لو عصي اي حاجه من دلوقتي انا تحت امرك. خاف منك. كل ما يقابلني يفكرني بالحكايه. طيب لما بنيجي نعمل سيرش على اليوتيوب ونكتب سلوى خطاب تطلع بقى حاجات كتير جدا، ناس مقطعه مشاهد كتير قوي، قبله، حب، حاجات كتير. تعليقك ايه من النوع ده لما انت مثلا بتيجي تلاقي اسمك متصنف في حاجات معينه؟ والله عمري ما شفت، عمري ما دخلت على عشان اشوف يعني ما اهتمتش ان انا اشوف الحاجات دي. طب لما سمعتي دلوقتي مني حسب ايه؟ عادي يعني، عادي. ما هو يعني انت بتعملي حاجات مش بتعمليها تحت الارض يعني، لكن المهم انها يعني اقول لك ايه، مشاهد ساخنه تيجي تتفرجي تلاقي ما فيش اي مش انا بس يعني، كل اللي بيشتغلوا في الميديا او الممثلات نوع من الجذب يعني، لما تيجي تتفرجي ما تلاقي ما عنديش انا في تاريخي حاجه ممكن تبقى بس يعني بتتضايقي اكيد ما عندكيش ولا بس بتتضايقي ان لما الواحد يطلع يكتب سلوى خطاب تظهر الحاجات دي خالص يعني، ما دام مش حقيقيه خلاص. طريقه التفكير دي بتفكري فيها ازاي وبتشوفيها ازاي؟ اللي هي بمعنى اللي هما ما بيشوفوش في الفن غير ده، ولا دي مشكلتهم هما بقى يعني اكيد ليهم اهدافه. لانك انت يعني ده رأي يعني حضاري من 7000 سنه، انت ما تقدريش تعرفي اي بلد ولا تعرفي حضارتها الا من خلال الفن. يعني البلد ممكن بلد كلها تنهار لو فضل الفن والعلم والصحه طبعا، ثلاث اعمده تقدري تقولي ان البلد دي ممكن تقوم. مفيش الثلاث اعمده دول خلاص، لانه الـ 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 الثقافه هتخليكي تصرفاتك هتبقى كويسه، احاسيسك هتبقى كويسه، عقليتك كمان كويسه،
دي حاجة مهمة جدا. العلم مهم جدا لأي ده سبب تقدمها. فاللي ما يحترمش الفن وما يحترمش العلم وما يحترمش أي مهنة على فكرة، طب أنت هتحترم إيه؟ طب نقدر نقول إن الثقافة العامة في مصر بعافية شوية؟ ما أقدرش أقول كده برضو يعني ما أقدرش أقول، لكن نوع الثقافة اختلفت. يعني دلوقتي كل الشباب بالذات بياخد كل ثقافته من الفيسبوك ومن مش عارف إيه ومن إيه. طب ما أنت استفاد بقى أنك أنت عندك الحاجات عشان تخش تشوف حاجات أنت ما تعرفهاش. اقرأ في الأدب، اقرأ في التاريخ، اقرأ في العلم، اقرأ في الرياضة، يعني أي حاجة ممكن تجي لك. يعني أنا شخصيا بعمل كده، ما يكون عشان كده تلاقيني بتقولي انت لان انا بقولك احب قوي اني اكون ملمه بكل حاجه ومطلعه، يعني مش لازم ابقى متخصصه لكن على الاقل عندي فكره، على الاقل لما بتقري في كل حاجه المفروض. بس اكتر حاجه بتحبيها ايه؟ اكتر حاجه بتهتمي ان انت تقري فيها او بتحبي تقري فيها؟ والله اي حاجه، يعني لو معلومه في الطب احب، لكن انا قراءاتي يا اما حاجات ادبيه يا اما تاريخ، بحب التاريخ. التاريخ في فيديو عايزه حضرتك تشوفيه، اتفضلي. يعني السينما باظت من ساعة ما بطلوا بوس، يعني المجتمع كله، يعني احنا كنا بنتعلم المشاعر مش قادرة التعبير قوي قوي. اه والله مش كنا بنتعلم المشاعر من الناس يقولها انت عنيكي وبتاع وما بنمشي طول الليل، ويعني فاهم زي المشاعر الحلوة دي. اه بس كان يعني فاتن حمامة كان عندها مشاعر جامدة قوي، بس ما كانتش مسألة القبولات دي واضحة. لا كانوا السينما المصرية طول عمرها كان فيها بوس. ايه اللي حصل؟ مش عايزه اعلق على الموضوع ده عشان ده اولا مش اخذ اكبر من حجمه. لا ما تفهمش، يعني اكيد انا مش بدعو، انا بدعو اللي هو اهم من كده، الحريه الفكريه طبعا، انه ما يبقاش الفن يتاخد من زاويه ايه، اصل دي سينما نظيفه، اصل دي مش عارفه فيها ايه. الفن بيتقدم كفن في صدق، فن الفن ما فيش تصنيف، في صدق. يعني بقول لك احنا زمان كنا فعلا كنا بنتعلم المشاعر وبنتعلم الكلام وبنتعلم، وعمرنا ما كنا بنشوفهم ناس وحشين كويسين. يعني مع احترامي حتى لكل فنانيننا، لكن ما نقدرش نقول مثلا ده في الفيلم بتاع صراع في الوادي، في الوادي القبلة الشهيرة جدا فاتن حمامة وعمر الشريف، عشان ما يتفهمش ان انا بدعو لان انا ما يهمنيش البوز دلوقتي، اكيد مش هتباز دلوقتي يعني. فمش بدي قصدي الحرية الفكرية، انك تخلي الكاتب يفرغ كل اللي في دماغه وكل اللي هو حاسه، ولو هو بني ادم كويس، وعن انه الفن اللي ما كانش يتقدم باحترام ده مش فن. يعني لما يبقى مبتذل ده يبقى حاجه تانية خالص. احنا مش معقول انا بقى واحده دارسه ويعني ويعني واكيد عندي وعي يبقى عندي، لكن انا طبعا كنت بهزر، فممكن الهزار يتاخد على انه بس يعني. لا هو مش هزار، احنا فاهمين ان حضرتك تقصدي الحريه في التعبير الفني. ما هو ده اللي كان همي يتفهم، انه انا عندي الحريه الفكريه. يعني انت صدقيني لو في حاجه فكريه مش كويسة أوحش كتير قوي من إنه يبقى فيه بوسة مثلا، لأنه الأفكار هي اللي بتبقى مش البتاع دي. أفلام حتى لما تتعمل هتترمي، ما حدش هيتفرج عليه، إنما اللي بقى عندك بتحاربي أفكار. لا طب الأفكار دي جات لنا منين؟ أفكار النظيفة والأفكار السينما النظيفة أو السينما الغير نظيفة جات لنا منين؟ حتى المجتمع كله، ما أنا بقولك هو سبب المجتمع كله. إحنا دلوقتي مبقاش عندنا مقياس حتى للعيب، مقياس للأخلاق، مقياس للي صح واللي ما يصحش. ويعني طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل بعد سنة 75؟ المجتمع المصري كان طبيعي والله وكان متقبل كل حاجه لحد الثمانينات. ايه اللي حصل لحد الثمانينات؟ ما هو دي من الحاجات العجيبه، انه المفروض انه احنا نتقدم، مش معنى ان احنا نتطور وندعو الانحلال حاجه، الانحلال عشان اقولها مظبوط، الانحلال حاجه فاهم ازاي، وانك تتطوري دي حاجه تانية. يعني بلاش خلط نقله الاوراق على بعض. لكن حتى هم خلوا الجيل الجديد بقى يعني خايف ان هو تبص تلاقي الافلام ملقى فيه اتنين بيحبوا بعض، ما فيش اي عاطفه بينهم غير انهم يا بيزغدوا بعض يا بيشتموا بعض. يعني طب ما دي مش عاطفه، انا اتفرج على اتنين بيعملوا كده ليه؟ يعني ما اروح اتفرج على لبنى عبد العزيز وعبد الحليم حافظ والساده الخاليه ومينتي ولا لسه؟ بس انت ما قلتليش برضو الافكار دي جت منين؟ والله مش عارفه، لكن دي مش افكارنا.
يعني احنا طول عمرنا يعني تخيلي ان احنا طول عمرنا كنا مختلفين عن كل اللي في المنطقة. يعني الناس كانت تيجي عندنا تتنفس وتيجي عندنا تنبسط وتيجي عندنا تلبس وتيجي عندنا تفرح وتيجي عندنا تاكل. فدلوقتي احنا يعني في ناس في المنطقة تقدموا عننا واحنا قاعدين نفكر هو حصل نلبس العكس. نلبس بتاع ده جلابية وتحتيها بنطلون ولا نلبس البتاع لغاية هنا ولا يعني شغلنا نفسنا بحاجات المظهر مش الجوهر. يعني واحنا اهالينا ما كانوش متدينين ما كانوش مثقفين ما كانوش متحضرين كانوا مثقفين وكانوا ومكانوش متحضرين وكانوا متدينين. يعني كانوا انا شفت ده ببيتنا ناس بتصلي طول النهار لكن تتفرج على التلفزيون بالليل وتروح مسرح وتسمع ام كلثوم. كان في توازن. هم كانوا حياتهم كده يعني بيتذوقوا كل حاجة عارفين انه في دين وفي ومتدينين على فكرة اكتر من دين دلوقتي. يعني انا بشوفهم كانوا وشهم حتى في سماحة بيصلوا بجد. يعني انا فاكرة انه جدتي كانت تعمل كل حاجة تصرفاتها يعني تخليكي تقولي دي ست مؤمنة وجدي كمان يعني ما كانش فيه تعارض بين اي حاجة. لا ما كانش فيه ده. ما كانش فيه ده. طيب تعالي نشوف الفيديو الجاي. اتفضل. وحتى رشا المذيعة يعني حاولت تحسن المصطلح شوية فقالت لها فاتن حمامة كانت بتعمل رومانسية وبتاعه مش عارف كذا بس ما كانش بتعمل قبولات. يعني حتى قالت قبولات. فبتسألها طب رد عليها قالت لها لا لا طول الوقت ازاي السينما طول الوقت كان فيها بوس. فيعني هم للأسف في مجموعة من الفنانين شايفين ان البوس والحاجات الفاضحة والإباحية والحاجات اللي في هو ده الفن. انا مش عارف يعني بس ما اعتقدش يعني في فنانين محترمين وفاهمين طبعا الكلام. وانا بقول لسلوى يعني اذا كنت انت ناقصك بوس دي مش مشكلتنا دي مش مشكلتنا يعني البوس ده ارزاق لكن ما حدش طلع عقده علينا مش ناقصين. شفتي الفيديو ده قال لك ارزاق طب طب لو حبيتي تردي على استاذ تامر امين تقولي له ايه؟ لا توجهي له رساله يعني ما ردش لانه يعني انا وجهه نظري قلتها كونك انك انت فهمتها غلط دي مشكلتك. انا عندي مشكله بس انك انت مش عشان انت قاعد في برنامج وبرنامجك فتقول اي حاجه طريقه الانتقاد تقصدي يعني انتقد و و و و و وقول رايك بصراحه بس يعني من غير ما يبقى في حاجات مش لطيفه. اكيد انا مش بتكلم علشان انا ناقصني بوس مال حياتي الشخصيه ومال اللي انا بتكلم في الفن. فانت خلطت الحكايه دي ويعني كل واحد يخليه في حاله احسن. في فيديو تاني عايزه اوريه لحضرتك. اتفضل. ايه المشكله ان حد يمثل اصحابي؟ ايه المشكله ان حد يمثل حمزه؟ يعني ما هو ابو جهل كان في نفس العصر يعني ليه امثل ابو جهل وادوله شرف التمثيل الدرامي واحرم حمزه من شرف ان يمثل دراميا؟ لأحرم تاريخي من أنا أعلمه لأطفالي وأعلمه للناس تعليم درامي؟ وليه المسلمين يطلعوا لابسين أبيض وعينهم مسبلة وليه الكفار فيهم حيوية؟ دمه خفيف. رأيك إيه؟ ما أو تعليق حضرتك إيه؟ دفع ثمن الكلام اللي بيقوله ده. انا في حاجات معينه ما احبش انه لان احنا ما عندناش المفهوم ده ممكن بعد كده يبقى فيه تطاول واحنا طبعا لا نسمح. انما احنا لو عندنا زي السينما بره ما السينما بره بتقدم المسيح وبتقدم افلام كتير دينيه بمنتهى الوضوح لكن احنا برضو ما عندناش الثقافه دي والواحد يخاف على انه بعد كده يبقى فيه تطاول. يعني لو جبتي مثلا الصحابه ممكن توصل بقى لانه يجسدوا مثلا حياه النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما احبش كده. حصل فيلم ايراني اسمه حياه محمد. سمعتي عنه او طبعا سمعت عنه. هم اجرأ مننا على فكره يعني هم اجرأ مننا في الحته دي لكن يعني ما كان زمان بيتقدم على فكره مسلسلات دينيه وكانت على رغم بساطتها لكن بتقدري تفهمي منها ايه لان احنا على فكره في تاريخنا وتاريخنا الاسلامي بالذات في حاجات حلوه جدا وشخصيات ممكن تظهر ثريه جدا وابطال وفرسان وقدموا حاجات لكن لما بتيجي تتقدم على رايه لازم
مسلمين يطلعوا شكلهم طيب كأنهم ملائكة نازلة من السماء. مفيش مصداقية لأنها ما بتتقدمش، مفيش حد بيكتب التاريخ بالطريقة دي. طيب أنا في معايا مجموعة من الصور عايزة أعرضها على حضرتك، وتقولي لي كده جملة على كل صورة. فدي يلا أول صورة معانا. الله يرحمه. الله يرحمه نجم محمود عبد العزيز. طبعا من أجمل الشخصيات اللي ممكن تكون تقابليها في حياتك، وبني آدم كان صادق جدا، كان بشوش جدا، كان دمه خفيف جدا، وكان فنان جدا. الله يرحمه. الله يرحمه. الصورة الثانية أستاذ رضوان الكاشف. حبيب قلبي كلهم الله يرحمه. الله يرحمه. المرحوم رضواني الكاشف كان من المخرجين المهمين جدا. يعني عمل فيلمين في تاريخه وانا بعتبرهم برضو علامات. ليه بنفسك؟ لا عرق البلح والساحر. والساحر وليه بنفسك برضو. يعني بس ما كانش بتقل الفيلمين التانيين. وهو كان مهموم، يعني مهموم بوطنه ومهموم بالناس ومهموم بالفن، وكان عنده فكر وعنده وعي ومثقف وبني آدم شفاف من جوه. كانوا بيعتبروه الفيلسوف. كان أكثر المخرجين ثقافة. أيوه. في جيله. أيوه. حقيقة كده. وكان إنساني جدا جدا فوق ما تتخيل. طيب الصورة اللي بعد كده كمخرج وكإنسان كمان طبعا. كإنسان أسامة فوزي، يعني فنان من الطراز، نقدر نقول الطراز الرفيع، بس هو مشكلته انه مش ممكن يعمل عمل هو مش مقتنع بيه، ما يحبش. يعني ليه فلسفه خاصه كده في الفن انه عايز يقدم مستوى، ودي الحقيقه ما بقتش متاحه دلوقتي. يعني المشكله مش فيه، المشكله انه الجو كله ما بقاش يسمح بالانواع دي مني. وبرده الاستاذ اسامه فوزي بيلعب على الافكار مش بيلعب على فعايز بيترجم الافكار يعني للغه بصريه. مهم جدا انه العمل اللي بيقدمه يقدم فيه فكر، ساعات ما بيبقاش فكر خاص جدا. لو بصيت، انا عايز اقول لك ان عفاريت الاسود ده لما كان بيتعرض مثلا، رحنا مهرجان لوكارنو، فالبلد اللي احنا بنعيطها فيها دي بلد تبص تلاقيها، شوف الناس بقى ميدان بحاله مثلا زي ميدان سفنكس، زي المدن الكبيره دي، تتحول لشاشه وتلاقي مثلا 10,000 متفرج بيتفرجوا. البلد كلها بتتفرجوا بيه وبيتفرجوا، يعني في حياه فنيه في المدينه دي. لما اتعرض عفاريت الاسفلت، لا تتخيلي الناس استقبلته ازاي، لدرجه ان انا جالي قبض على انه ازاي بقى حاسينه جدا، يعني لدرجه قالوا احنا ما كناش نتخيل ان عندكم السينما دي والاداء ده. طيب في كوميكس كده عايزه اوريه لحضرتك ونعلق عليه. اتفضلي. شفتيه قبل كده؟ ممكن تقريه؟ الست ملهاش غير قرشها وصحتها، لا رجاله بتنفع ولا اهل بتشفع. والله عندها حق. شفتي الكوميكس ده قبل كده؟ ساعات بشوف. بتشوفي؟ يعني ساعات بشوف كده حاجات عزيزه كاتباها وبموت على روحي من الضحك. طب تعالي في واحد تاني عايزاكي تشوفيه. اتفضلي. يا حبيبتي ماي اكس ماي اكس ذات دي تقوليها في لندن، احنا هنا في مصر بنقول ارد. لا دي اول مره اشوف. لما بتشوفي بقى ان بيحطوكي في الحاجات دي بتشوفيها ازاي؟ بعبر عن رايهم. رفع الوان اي ست عايزه تقول حاجه تروح قايلها على اللسان. رايك ايه في رجوع بعضهم عن قرار الاعتزال بس بيمثلوا بالضوابط الشرعيه زي ما بيقولوا او من وجهه نظرهم؟ والله ما اعرفش، انا رايي ان كل حد ليه ظروفه، لكن انا ما بحبش حته انه يعني حد يطلع يقول لك عشان راح حته تانية انه مثلا انا توبت عن ايه؟ يعني انت توبت عن ايه؟ يعني معصيه مثلا، خطيئه، دي حاجه بتاعتك انت او بتاعتك انت. لكن ما فيش فنان حقيقي ابدا، وناس كتير قوي على فكره سابوا الفن وهم في عز مجدهم وخدوا طريق تاني برضه يحترم، لانه في النهايه هم بيختاروا اللي يعني نتمنى ان كلنا نوصل. زي النجمه الراحله ليلى مراد مثلا، او ليلى مراد ما تمدنيش، لكن مثلا نشوف واحده زي شاديه
ميشات دي راحت للطريق بقى بتاع ربنا وبتصلي وعاشت محترمه بده زي ما عاشت محترمه في فنها وما قالتش كلمه عن الفن. ما ينفعش ما ينفعش والا بتبقى يعني في تزييف. يعني انت لما كنت هنا كنت مزيفه ولا كنت ايه؟ يعني انت ضد؟ انا مش ضد، انا بشوف انه انا بتكلم عن نفسي طبعا، كل واحد حر في حياته وفي رايه، لكن انا بتكلم ان انا حتى لو رحت اي حته تانية هظل احترم المهنه اللي اديتها عمري واديتها حياتي واديتها كياني واحترمتها. طب لما بتشوفي الفنانه صابرين دلوقتي رجعت وبتمثل بالباروكه، بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ والله يا حر، يعني دي وجهه نظرها او هي اللي هتتحمل ده، يعني ماليش وجهه نظر في كده يعني. طب وجهه نظرك انت الشخصيه؟ بصي انا يعني انا برضو بتكلم عن نفسي، ما بحبش التزب، يعني ما بحبش ان انا ابقى مذبذبه كده. يعني انا ما عنديش برضو مانع ان الناس تمثل بالحجاب، ما هو في قطاع كتير قوي يعني في الحياه محجبات، مش عيب يعني. لكن اللي هو يعني بين او بين لا، او وما اقصدش برضو اي حد، انا بقول عموما يعني. طيب طيب ايه؟ طيب ايه؟ اخر سؤال عندي يا ستي، خلصينا. طيب اهو. ايه اللي كان نفسك لو رجع بيكي الزمن ان انت تعمليه، او كنت خدت قرار خاطئ في فتره ما وقلت يا ريت كان رجع بيا الزمن وما كنتش خدت القرار ده؟ لا هو مش خاطئ، لانه اي حاجه انا عملتها خدتها بارادتي ورحت لها، ويعني فما ما عنديش حته الندم دي، لانه بقعد ادرس كتير قوي. ده انا مشكلتي ان انا بتامل كتير عشان اخد اي قرار. طب ايه القرار اللي انت انه يعني لو تساليني دلوقتي اقول لا انا كنت ريحت دماغي وما دخلتش الفن، وزماني قاعده باكل وبشرب، ما كنتيش دخلتي الفن وبربي العيال يبقى كنت خلفتي؟ لا يعني قصدي اعيش الحياه الطبيعيه اللي ما فيهاش قلق 24 ساعه في ال 24 يعني نقدر ساعة. نقول ان سلوى خطاب دلوقتي ندمانه ان هي لا ما خلفتش؟ لا لا خالص، لا مش ندمانه، بقول لك لو رجع بيا لا كنت اتمنى ابقى نومه بقى وما اعملش حاجه بقى، اروح للكوافير يعني فاهمه ازاي، وابقى تافهه كده. نورتيني. الله يخليك. نورتيني يا رب تكوني مبسوطه. انا انبسطت جدا، ويعني وافتكر انه كانت حلقه مختلفه جداً، ويعني جداً. اتمنى اني ما اكونش اقول حاجه مش لطيفه عشان ما تتفهمش خالص. وسعيده جدا ان انا كنت معاكي. نورتيني. الله يخليكي يا حبيبتي. استنوني في انا وانا جديده، اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.